السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة، عسلامة عليكم في بث مباشر على قناة جان. معناتها هذه اقتراح قدمه جان حول يعني خلق قناة أو شبكة تنوير شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وطلب معناتها من الأشخاص اللي يعملوا في الفيديوهات على القناة متاعهم إنهم يشاركوا في هذه القناة. أنا في الحقيقة سوف أحاول أن أشارك على الأقل مرة في الشهر في هذه القناة، رغم أن جان قال لي يعني تنجم حتى تليشارج تحمل الفيديوهات متاعك القديمة تحطها هوني، ولكن أنا فضلت أني أعمل مباشر باش تكون معناتها هكاك نتعرف عليكم أكثر. باهي، اليوم باش نتكلموا حول سبب النفور من الملحد في العالم الإسلامي. احنا نعرف اللي في أي منطقة في العالم، سواء في إفريقيا سواء في أوروبا سواء في أمريكا، في الوقت الحاضر أي إنسان يعني يقول هو ملحد أمر عادي، وحتى حد معناتها ما يلتفت إليه أو يقول له علاش أنت ملحد وكيفاش أنت ملحد ويقعد يسأله في سين وجين. إلا مع الأسف في العالم الإسلامي، سواء المتكلم باللغة العربية أو اللي مش متكلم باللغة العربية، كما في باكستان وفي إيران ومناطق أخرى من العالم الإسلامي أو تركيا. يعني عندما تقول ملحد كأنك شيطان الرجيم، بل أكثر من شيطان، بل كأنك يعني حاجة قادمة من كوكب آخر ولا من جهة أخرى. فهمت؟ يعني بالنسبة ليهم أنت إنسان يجب أن يبتعد عنك، يعني حتى العائلة متاعك تنكرك. وهذه مشكلة كبيرة، يعني حتى اللي يخرجوا من الإسلام أكثرهم يفضلوا يا إما يقولوا إنهم مسيح، أو يقولوا إنهم بوذيين، أو يقولوا إنهم يعني يتبعوا ديانة شرق أقصى أو طاوي أو أي ديانة أخرى، وإلا يقول لك أنا لا ديني فقط، ما يقولكش أنا ملحد. وكان يزيد يتعمق أكثر، مثلا يقول لك أنا ربوبي أو لا أدري. بينما كلمة ملحد صعيبة عليه باش يقولها، حتى معناتها واحد ملحد وقت يقولوا له ملحد يحسها سبة، وهذا نلاحظوها احنا كملحدين نحسوها ونعرفوها. حتى انا شخصيا عندما اسأل من طرف الناس يعني المسلمين بصفة عامة او الناس اللي ما يعرفوش يقولوا لي انت ملحد، نقول لهم انا اتبع الايمان الالحادي. علاش نقول هذه الكلمة؟ اولا لاني نعرف ان كلمة ملحد لها معنى خاص في المجتمعات متاعنا، يعني هو عبارة على إنسان بدون أخلاق بدون مبادئ، إنسان ينجم يقتلك، ينجم يغتصب أي إنسان، يعني معناتها إنسان ما عنده حتى ضوابط أخلاقية وضوابط اجتماعية. وأنا زاد نقول اللي أنا أتبع الإيمان الإلحادي، لأن الإلحاد هو كما الأديان، ما فماش يعني هو ما عنده حتى علاقة بالأديان، الإلحاد شيء طبيعي، ولكن يعني كما فما هناك عديد من الأديان والاتجاهات، نفس الشيء الإلحاد، بل أنا أذهب أكثر من ذلك، إن الإلحاد هو خاص بكل فرد، لأن الدين ينجم يجمع مجموعة معينة، مذهب معين، فكر معين في اتجاه خاص، بينما الإلحاد لا. الإلحاد هو كل شخص عنده الإلحاد متاعه. وأنا نقول أنا أتبع الإيمان الإلحادي لكي لا أقارن بالفكر السلبي اللي موجود حول الملحد في العالم الإسلامي. هذا من جهة. من جهة ثانية، الإلحاد ما هوش حاجة معناتها جديدة، حاجة قديمة، وهناك عرفت عدة مصطلحات لكلمة ملحد عبر التاريخ. لو نجو نشوفه يعني منطقيا، الإنسان قبل ما يصل إلى درجة الوعي والتفكير كان ملحد، نجم نقوله ما كانش يهتم بحاجة اسمها إله أو غيبيات أو أي شيء آخر، نجم نقوله حتى الحيوان نجم نقوله ملحد، رغم اللي معناتها الإسلام أو الأديان تقول لك إن الحيوانات تسبح، وهذا كلام فارغ ما عنده حتى أساس من الصحة. عمرك شي شفت
قطوس ولا كلب قاعد يعبد ولا قاعد، يعني الإيمان هي خاصية خاصة بالإنسان وحده. ما فما حد شيء، ما شفنا حد شيء، لا نبتة لا حيوان لا حجرة لا أي شيء، فهمت، عنده إيمان. لا، الإيمان خاص بالإنسان. لهذا معناتها بعضهم يقولوا إن الإنسان حيوان ناطق، بعضهم يقولوا الإنسان هو حيوان مفكر. أنا نقرب الفكرة إن الإنسان حيوان مؤمن، لأن الإيمان هو عنده علاقة بالوعي بالإحساس، ما عندوش علاقة بالمادة، فهمت؟ يعني الإنسان عندما عرف الإيمان بدأ يتطور وبدأ يظهر عليه معناتها اختلافه على الحيوان، فهو حيوان مؤمن. ولكن أي نوع من الإيمان؟ هناك عدة أنواع من الإيمان. راهو نجم نؤمن بروحي، نجم نؤمن بقبيلتي، نجم نؤمن بشعبي، نجم نؤمن بحاجات أخرى، فهمت؟ يعني فكرة الإيمان بالإله هذه فكرة متأخرة جدا، خاطر الإنسان في الأول معناتها آمن بحاجات أخرى، فهمت؟ يعني بدون أدلة كان تحماته كمجتمعات وكمجتمع معناتها مجموعات بشرية، كان يؤمن مثلا، كان يمشي وراء الجبل هذاك يعني يوقع له حاجة، فكان تحمات القبيلة وأحمات معناتها الشخص، حتى الشخص، فهمت؟ الإيمان هو الخوف، الخوف هو نوع من الإيمان، عندما أنا ما نمشيش للبلاصة هذيك على خاطر أعتقد أو أؤمن أنه يمكن أتعرض إلى مكروه. فإذا بعض معناتها أنواع الإلحاد يقول لك الإلحاد هو اللا إيمان، وهذا أنا ما اتفقش معاه، فهمت؟ لأن لو نرجعوا للمعاني، وخلينا نرجعوا بالنقطة بالنقطة، فهمت، للمعاني للإلحاد في اللغة العربية بصفة خاصة وفي اللغة اللاتينية أو اللغة اليونانية. أول حاجة، مصطلح ملحد هو مصطلح قديم جدا، وجد حتى في كتب قديمة جدا، هما الأشخاص يقولوا عليهم اللي هما ما يؤمنوش بقوة غيبية، ما يؤمنوش بسلطة على الإنسان أو على العالم. حتى إن في كتاب سامويل نظن يعني قديم جدا، يعني كتاب قديم جدا، وجدت كلمة إلحاد. خلينا نتكلم على جانبين معناتها من فهم كلمة إلحاد. الجانب الأول هو الجانب العرفي. في الوقت الحاضر أو بصفة عامة في الوقت الحاضر، خاطر كلمة إلحاد هي تطورت على حسب تطور الإنسان، يعني ديما المصطلحات ما تاخذش منحى واحد، على حسب التطور الإنساني تتطور الفكرة وتصبح أكثر وضوح. الآن عندما نقول كلمة ملحد أو أتيست بأي لغة كانت في العالم، مباشرة يجي في بالنا فكرة إن هذا الشخص ما يؤمنش بإله، ما عندوش إيمان بإله، يعني لا يؤمن بسلطة فوق الإنسان أو فوق الكون. هذا عرفا باتفاق كل المجتمعات وكل اللغات. أما المصطلح معناتها كملحد كيف ظهر في اللغة العربية وكيف ظهر في اللغة اليونانية القديمة، هي الكلمة أتيست تعود إلى كلمتين، هي أ تيست يعني اللا إله. طبعا الفلاسفة اليونانيين كانوا أغلبهم يؤمنون بإله، ولكن يختلفون في معنى الإله. مثلا نجم نقول البوذية هي نوع من الإلحاد، لكن في الحقيقة هي ليس إلحاد، لأن يؤمن بقوة غيبية ما وراء طبيعية، صحيح ليس كالأديان يعني شبهوها بشيء موجود أو بحاجة موجودة كملموسة أو محسوسة، ولكن هو نوع من الإيمان بإله خاص. إذن في المجتمعات اليونانية قبل معناتها أطلقت كلمة أتي على من لا يؤمن بإله، والحقيقة في الأول كانت حول من لا يؤمن
بإله الآخر. يعني مثلا أنا أؤمن بإله وأنت ما تؤمنش به، بالنسبة لي أنت ملحد، أنت أتيست، يعني لا تؤمن بإلهي، وأنا كي ما نؤمنش بإلهك نولي أنا ملحد بالنسبة ليك. وهذا معناتها اللي وقعت مشكلة كبيرة. أما في اللغة العربية الإلحاد جاي من كلمة الميل أو الابتعاد، لأن الإسلام كما تعرفوا يعتبر نفسه حقيقة مطلقة وحاجة يعني لا نقاش فيها، يعني هو الحق المطلق اللي لا نقاش فيه. فاعتبر الإلحاد هو الميل والخروج، فهمت، عن ملة الإسلام. يعني ينجم يطلق زاد على كل ما يسمى اللي ما همش مسلمين ملحدين، ولكن الإسلام يطلق عليهم كفار. وهنا قسم الكفار، قسم إلى عدة أنواع من الكفار، منهم كفار أهل الكتاب المسيح واليهود، فهمت، يعني وقالها في القرآن يعني إن من قال معناتها عيسى ابن الله معناتها فقد كفر، يعني عبارة على هذاك النوع من أنواع الكفر. وهناك الكفار المشركين، هم الذين يشركون بالله أو يتقربون إلى الله بأصنام أو شيء آخر أو تبركا أو غيرها. ثم هناك الملحدين الذي هو يطلق عليهم القرآن، معناتها العلماء يقولوا إنه يقصد بهم الدهريين، وتنرجع لها الكلمة هذه الدهريين، على خاطر هذه نرجعوا لكلمة الدهريين، في الحقيقة ما همش ملحدين الدهريين. ثم فما بقية يعني الكفار، هما ما يسمى المنافقين، اللي معناتها يعتبرهم الإسلام في الدرك الأسفل من النار. يعني أنواع الكفر في الإسلام هما أربعة: أهل الكتاب، المشركين، الملحدين، والمنافقين. بعض مثلا يجي يقول لك أنت ملحد كي إبليس، يعني هذا جهل، جهل، لأن إبليس على حسب العقيدة الإسلامية ليس بملحد. يعني هو تكلم مع الله وعرف الله، يعني هو يعتبر عاصي، عاصي. يعني هذوما المسلمين اللي يسميوا روحهم مسلمين وهما عاصين، هما اللي كيما إبليس، مانيش أنا كملحد، لأني أنا عندما نجي قدام الرب متاعهم معناتها يوم القيامة أو يوم الحساب، ماهوش باش يحكي معايا ولا باش يتكلم معايا. علاش؟ على خاطر باش نقول له انا ما نؤمنش بربك، ما نؤمنش بيك اصلا، يعني ايش عنده باش يحكي معايا؟ يعني اقصى ما يمكن ان يفعله يقول خذوه فغلوه والجحيم صلوه، كما يقول القرآن. ولكن المشكلة في هذاك الشخص اللي يجي قدام الرب متاعه ويقول له انا نؤمن بيك وانا نتبع الدين متاعك، ولكن عصيتك، كيما المرأة تلبس الحجاب، كيما الراجل يسكر، كيما ولا يزنى، يعني يخالف الشريعة الإسلامية ويرتكب الموبقات اللي محرمهم الإسلام، ومن بعد يجي قدام الرب متاعه ويقول له راني أنا نعرف اللي هذاك الشيء حرام ولكن عملته. هذا شنو باش يعمل له؟ أنت حط روحك في بلاصة هذا الإله. لو شخص جاك وقال لك أنا ما نؤمنش بيك، ما عندك ما تعمل له يعني، فهمت، ما عندك ما تعمله، هو ما يؤمنش بيك، يعني ماكش باش تحاسبه على الكلام اللي انت قلته له، لانه هو اصلا ما يؤمنش بيك. فلهذا معناتها الملحد اللي يعتبر يعني لا يؤمن بالله هو اقل عذاب حتى معناتها دينيا من المسلم المنافق، لان يقول القران ان المشركين في الدرك معناتها معناتها في الدرك معناتها المنافقين في الدرك الاسفل من النار. شكون هو المنافق؟ المنافق هو اللي يؤمن بإله وينافق ويعمل في تصرفات غير إسلامية. هذا هو معناتها. أنا تجيني مثلا واحدة مش متحجبة وتقول لي وتسبني وكذا، وتقول لي أنت كإبليس وأنت كشيطان وكذا وكذا وكذا، ونقول لها أنت هي الشيطان مش أنا الشيطان. المهم كما قلت لكم، يعني الإلحاد في اللغة العربية هو الانحراف أو الابتعاد. هذاك علاش نسميه اللحد. اللحد يقول لك من المهدي إلى اللحد. اللحد يعني هو التحول، يعني من الحياة إلى الموت، يعني عبارة على إن الملحد إنسان ما عادش عنده ضمير، ما عادش عنده إنسانية، إنسان مات قلبه. يقول لك الملحد قلبه ميت، ما عندوش أخلاق، ما عندوش فهمت أي حاجة تنجم تحده، فهمت. أما نعود إلى كلمة
الذي يطلقها علماء الدين، خطر كلمة ملحد زاد أطلق على الزنادقة. الزنادقة في الحقيقة ما همش ملحدين، فهمت؟ تو مثلا نقول أكبر ملحد في العالم الإسلامي هو الرواندي، ابن الرواندي. في الحقيقة هو ابن الرواندي ليس ملحد بأتم معنى الكلمة، لأن الإلحاد كما نعرفه اليوم ليس هو الإلحاد كما كانوا يعرفونه من قبل، فهمت؟ مثلا نضربكم مثال، مثلا ما جانب من الصوفية، ما نتكلمش أنا على الصوفية الفلكلورية متاع الذكر والتبركات وغيرها وغيرها وغيرها، ولكن نتكلم على لب الصوفية عندما تتكلم على وحدة الوجود. مثلا لو ناخذ مثلا حتى الحلاج مثلا عنده، ولا ابن عربي، عندما يتكلموا حول الإله ما يتكلموش إله كما تصف الأديان، يتكلموا على إله يعني ضمن الكون، ما يسمى بوحدة الوجود. يعني يعتبر هذا الكون عبارة على مادة وضمير، ويعتبر هذا الضمير هو الذي نظن إنه الله. وهذه مشكلة حتى في الوقت الحاضر، هي ما يسمى باللا كونسيونس بالفرنسوية، هو الإحساس. يسأل سؤال كبير جدا، احنا توا باعتراف يعني الناس الكل، اللي احنا اشخاص عندنا وعي، عندنا احساس وعندنا وعي. هنا العلماء الفلاسفة وغيرهم ديما يبحثوا، هل المادة سامحوني، هل المادة هي الذي انتجت الوعي، ام الوعي يسبق المادة؟ أو هذه مشكلة كبيرة جدا، سامحوني. احنا نعرف اللي الوعي، لا كونسيونس بالفرنسية، ما نعرفش عليها بالإنجليزية شنو، هل هي صادرة من المادة كما صدور الظل؟ الظل توا صادر من الإنسان وقت يقف أمام الشمس. عندما يتنحى الإنسان أو يتنحى الشيء اللي يعمل الظل، يتنحى الظل طبيعي، ما عادش يبدأ فما ظل. إذن هوني الإحساس مرتبط ارتباط كامل بالمادة، يعني مصدر الإحساس هي المادة. بينما يقول لك أشخاص آخرين، يقول لك لا، الإحساس كان موجود من الأصل وهو اللي تقولب وتفورم وأظهر المادة. وفما اللي يقول لك الإحساس والمادة هما شيئين متلازمين، يعني مربوطين ببعضهم، ولكن الإحساس على قد ما تتطور المادة يظهر الإحساس. يقول لك حتى الحجرة فيها إحساس، ولكن احنا ما نحسوش بإحساسها لأن الإحساس متاعها بدائي، وإن النبتة هي درجة إحساس أكثر من الحجرة، وإن الحيوان هو عنده درجة إحساس أكثر من النبات، وإن الإنسان هو في الوقت الحاضر قمة الإحساس الذي أنتج عنه ما يسمى معناتها التعبير والكلام والتبادل والتفكير وغيرها من المعطيات هذه. إذن القول إن الإلحاد كما نعرفه اليوم هو الإلحاد كما نعرفه قبل 1000 سنة أو 2000 سنة غير صحيح. وباعتراف معناتها الفلاسفة بحد ذاتهم إنهم يقولوا كلمة ملحد تطورت مع تطور الإنسان، فهمت؟ وكلمة بعض العلماء المسلمين يقول لك إن الملحد هو الزنديق ليس صحيح، لأن الزندقة هي مذهب من المذاهب المنوية الفارسية الذي يؤمن بفكرة الظلام والنور، واللي منهم يجيوا الدهريين. يعني هوني الدهريين اللي يتكلم عليهم القرآن ما هوش يقصد بهم ملحدين، هذوما أشخاص يؤمنوا أن هناك فما دورة في الكون، يقول لك ب 36 ألف سنة، وأن المادة خالدة لا تموت. وهذا فكر يعني يوناني قديم، هناك في اليونان قبل يؤمنون أن المادة شيء يتحول ويدور ولا ينتهي. فالدهريين يعني والدهريون هذوما هو مذهب من المذاهب يؤمنوا أن الدهر أو الزمن هو اللي يهلكنا. هذاك علاش فما حديث، لو ترجعوا حديث قدسي متاع محمد، يقول لك لا تسبوا الدهر فالدهر انا، هو حديث قدسي.
فهمت؟ وعدة أحاديث تعتبر معناتها أحاديث صحيحة. إذا معناتها القول أن الدهريين هما المقصود بهم الملحدين، لا، هما صحيح. يقولوا اللي إحنا ما فماش عقاب، ما فماش حساب، ما فما حد شيء، يعني جينا للدنيا هذه نتيجة دورة كونية ونمشيو، ومن بعد يجوا وحود اخرين والدوره هذه ديما متواصله. اذا هذه يعني المشكله. المصطلح لو نرجعوا لعهد محمد، كلمه ملحد كما نعرفوها توا مش موجوده ولا في عهد اليونان. يمكن شويه في اليونان فما بعض الفلاسفه اليونانيين اكدوا على فكره انه لا اله، لكن اغلب الفلاسفه اليونانيين يتكلموا على عدم اعترافهم بالآلهة المتداولة في ذلك الزمان. إذا هنا معناتها من هنا معناتها لازمنا نفهموا اللي المصطلح يتبدل مع تطور الإنسان وتطور الوعي لدى الإنسان. والآن في الوقت الحاضر عندما ظهر موجة الإلحاد، خاطر هنا لازمنا نتكلموا إن الإلحاد كما نعرفوه توا ماهوش معناتها قديم جدا. صحيح إنه ما فماش فكرة تنبع من صفر، دائما كما نقول ونعاود هي تراكمات وتراكمات 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 حتى لين يوصل الإنسان إلى درجة من الوعي، لأن التغيير والتطور هو القاعدة الأساسية موجودة في الكون. لو تلاحظ كل شيء يتطور، من لا يتطور ينتهي، هذه معروفة فهمت، ولا نقاش فيها فهمت. يعني الحاجة الوحيدة الثابتة في الكون هو التغيير والتبديل والتطور. هذاك علاش الفكر المقدس مهما كان فكر مقدس أو التعصب الفكري مهما كان، هو نوع من الانتحار. لأن عندما تقول هذه الحاجة أكيدة 100% فهمت، يعني انتهيت، ما عادش تنجم تطور الفكرة أصلا. ذاك علاش يقول لك الشك طريق اليقين، يعني الإنسان لازم ديما يشك. وهنا نحب نرجع لثلاثة مصطلحات أو أربع مصطلحات معناتها موجودة في المصطلحات متاعنا، من بين فكرة المعتقد والإيمان، وأنا ذكرتها في بعض فيديوهاتي ما هنا نذكرها. الاعتقاد هو بدون إحساس فردي، يعني مثلا أنت كشخص فهمت، عندك صديقك أو أخوك أو أي شخص ما تعرفه عاش تجربة وانت صدقته ومشيت على كلامه. مثلا هو مس خيط متاع ضوء، ضربه الضوء، انت جيت باش تمس هذاك الخيط، هو يقول لك لا ما تمسوش راهو يضربك الضوء. هنا انت لانك تثق فيه فهمت، اعتقد ان الكلام متاعه صحيح، هنا تعتبر معتقد، عندك اعتقاد ان هذاك الشيء صحيح، ليس لانك عشته فهمت، وانما لانك تثق في هذاك الشخص اللي قال لك راهو الخيط هذا فيه الضوء. بينما الايمان لا، هو هذا الصديق او هذا الاخ هو اللي مس وضرب الضوء فهمت، فهنا احصل له معناتها ايمان اللي هذايا الخيط فيه الضوء، ولكن مش ايمان فقط، ايمان ويقين. هذاك علاش يقول لك معناتها في القرآن يقول لك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا. فهمت، الإسلام هو اعتقاد فهمت. أما عندما تعيش الإسلام من الداخل وتولي مثلا تولي تشوف في الملائكة وتولي تشوف روحك في الجنة وتشوف محمد في المنام ويجيوك الصحابة على حسب المعتقد متاعك، هناك وقتها يحصل عندك إيمان. أما اليقين القرآن بيدو وعين اليقين ماكش باش تشوفها هون، يقول لك باش تشوفها بعد لا تموت، فمش يقين هون فهمت، خاطر هذه أمور لا يمكن أن تثبت يقينا في الدنيا، لأن ليس أشياء ملموسة أشياء محسوسة. لازم نفرق من بين الأشياء الملموسة، وعندما نتكلم ملموسة ليس يعني ملموسة ماديا، خاطر اللمس قد يكون بعدة طرق فهمت. مثلا الهواء ما نشدوش ولكن نحس وجوده معناتها فعليا يقينا فهمت، كيما النور معناتها موجود يقينا،
ولكن رغم اللي هذاك الشيء ما نجموش معناتها نسوه، مش كل حاجه معناتها لازم نحيو فكره معناتها كل شيء مادي، وهذا نرجعوا له في بقيه الفيديو هذا. المهم عندما تم ظهور الفكر ما يسمى التنويري في الغرب، فهمت، قبل 3 قرون تقريبا او 2 قرون، بدأت تظهر ما يسمى فكرة الإلحاد، ولكن ظهرت على أساس أنها فكر تحرري. هو الإلحاد على عبر التاريخ، على عبر التاريخ هو دائما مواجهة للمعتقدات السائدة. هو محمد بيدو عندما كفر بآلهة قريش هو ألحد، ألحد عن آلهة قريش. فالإلحاد على عبر التاريخ من أول بداية الإنسان إلى يومنا هذا، فهمت، هو ابتعاد وانحراف وخروج على عامة الناس. دائما كان هكذا الإلحاد، ولكن كل مرة ياخذ شكل كما قلت لكم عند اليونان، هو عدم الإيمان بآلهة اليونان المتعارف عليها. إذا عندما بدأ الفكر الإلحادي، هذاك علاش أنا نعرف الإلحاد أتيزم معناتها كصفة خاصة، هو التمرد على المألوف. رغم اللي كما قلت لكم يعني المصطلح اليوم في الوقت الحاضر هو عدم الإيمان بإله. فما بعض مع الأسف الملحدين، وأنا أخالفهم الرأي، يقول لك الإلحاد هو عدم الإيمان بأي شيء مهما كان. لا، الإلحاد أحسن تعريف قريته حل الإلحاد هو عدم الإيمان لا بإله، لا بأكثر من إله، ولا بأي قوة مهما كانت، ظاهرة أو باطنة أو داخلة في الكون أو سارية في الكون، معناتها تتحكم في الكون أو في الوجود أو في الشخص. بعبارة أخرى، فكرة الرب أو فكرة السيد الذي يحكم الكون هي فكرة خلقها الإنسان، هو اللي خلقها نتيجة التصورات متاعه والتخيلات متاعه. إذا الفكر التحرري الإلحادي الذي ظهر في أوروبا كان يواجه الكنيسة، ونعرف احنا الكنيسة والمسيحية تعتمد اعتماد كبير على الإيمان، معناتها بالفرنسية لا كرويونس، الإيمان، الإيمان بعيسى، الإيمان أنه تحيا بعد لم لا تصلب، معناتها كلها شعائر إيمانية. فلهذا الإلحاد الغربي التنويري، التنويري خاطر الإلحاد في الغرب مر بعدة مراحل، حتى هو ما قعدش كما بدأ في الأول، فهمت، يعني جاء لكي يحارب الإيمان مهما كان، واعتمد على فكرة ليس لي دليل إذن ليس موجود، أي حاجة ليس هناك دليل عليها، فهمت، إذن مش موجودة. تجي تقول لي السنافر، نقول لك أعطيني دليل، ومش علي أنا باش نعطي دليل، وإنما على من يدعي الشيء، وهذا علميا إن من ادعى الشيء عليه الإثبات. يعني ساعات بعض المسلمين يقول لي أعطيني دليل على عدم وجود الله، نقول وأنا ما نؤمنش بيه الله أصلا، أنا ما نؤمنش بيه الله، كيفاش تطلب مني باش نعطيك دليل؟ يعني أنت اللي تؤمن به لازمك تعطيني دليل. إذن فكانت الإلحاد التنويري الغربي في الأول ضد كل أنواع الإيمان مهما كانت، ولكن من بعد ظهروا اتجاهات أخرى، منها معناتها بعد مرت المرحلة التنويرية ورجع ما يسمى الغرب بدأ في التطور، وبدأ يراجع في التراث متاعه الموروث الكل، ويحط ويحق أمام التجربة وأمام العلم وأمام الأدلة، فهمت، سواء مسألة وجود الإنسان كما مثلا ظهرت نظرية التطور، فهمت، اللي هي نظرية طبعا يقينية، فهمت، صحيح معناتها ما زالت ماهيش كاملة 100%. وهنا معناتها أنا أضحك من بعض المسلمين، وهذا نرجعوها معناتها وتجي يقول لك أنت أصلك قرد، فهمت. المشكلة هذا الجهل في الحقيقة، وهنا نقولها الجهل في الحديث مع المسلمين عندما يقول لك أنت أصلك قرد
أو عدة أشياء أخرى، معناتها هذه الأفكار المسبقة على الملحد على أنه شيطان، على أنه إبليس، على أن هذه الكل نتيجة مع الأسف فهمت العلماء متاعهم، لأن العلماء متاعهم خاضوا في ميادين علمية بعيدة عنهم كل البعد. ومع أن المسلم العادي لا يقرأ فهمت ولا يطلع ولا يبحث فهمت، إذا فهو مصدر المعلومات لديه الوحيد هو هؤلاء علماء الدين، سواء في المساجد أو الجوامع أو التلفزيونات في الوقت الحاضر والساتليتات البارابولات في كل العالم. إذا الجهل اللي موجود في العالم الإسلامي والنظرة السلبية فهمت حول الملحد نتيجتها الجهل علماء الدين المسلمين اللي تخلي أغلب المسلمين يخافون من كلمة إلحاد. وتو نرجع نقولوا علاش معناتها وقعت هذه الشيطنة للملحدين في العالم الإسلامي. إذا كما قلت لكم لأن العصر التنويري الأول كان الهدف متاعه هو محاربة الكنيسة، فكانت محاربة كل أنواع المعتقدات وكلها واضحة أمام التجربة والعلم فهمت. ويعتبر معناتها هذاك الإلحاد معناتها التنوير يعتبر أي إيمان مهما كان هو مجرد تخيلات، ولا يمكن أن فهمت نعتبره حقيقة إلا بعد إخضاعه للحجة والدليل. مادام ليس هناك دليل على وجود شيء، إذن منطقيا هذا الشيء غير موجود حتى يثبت العكس. هذا معناتها الفكر الأول. ثم بعد نظرية معناتها بعد التطور العلمي اللي عرفوا في القرن 18 و19 أوروبا، هنا أوروبا دخلت مرحلة أخرى عندما استطاعت أن تنتصر على هيمنة الكنيسة المسيحية وضربت القواعد الأساسية للمسيحية اللي هو الإيمان. إذا الكنيسة تزعزعت، ما عادش عندها حتى وجود، ما عادش عندها حتى قيمة، ووقعت ما يسمى فصل السلطات. السلطة العلمية والسلطة السياسية أصبحت وحدها، والسلطة الدينية أصبحت ليس لها أي تأثير. ثم ظهر في الغرب اتجاهين كبيرين نتيجة هذا النوع من الإلحاد كثورة فكرية للتحرر فهمت. الأول هو الإيديولوجية ما يسمى اليسارية أو الشيوعية، والذي يطلق عليه بالإلحاد المادي. احنا نعرف الشيوعية، انا مانيش باش ندخل باش نفصل الشيوعية كيفاش، ولكن العالم الإسلامي أو العالم بصفة عامة عارف، خاصة العالم الإسلامي، العالم الإسلامي بصفة عامة بين قوسين عرف الإلحاد عن طريق الشيوعيين. يعني في السنوات 50 والأربعين والستين والسبعين كانوا الملحدين هم أكثرهم شيوعيين فهمت. والشيوعية هي إيديولوجية لا تختلف معناتها تقريبا على أي ديانة فهمت. لو ننظروا التركيبة، أنا نتكلم على الشيوعية بحد ذاتها، ما نتكلم على الاشتراكية اللي بعد ظهرت وحول اليسار بصفة عامة وغيرها، لا، على الشيوعية كإيديولوجية ماركسية، يعني كإيديولوجية ماركسية على أساس إن كل شيء هو عبارة على آلة يعني بالمفهوم هذا تقريبا، وإن ليس هناك عدل في الكون فهمت، وان الكون يقوم على نظام الغابه. ولازمنا طبعا، انا مانيش معناتها ضد كل افكار الشيوعيه، فما هناك افكار في الشيوعيه جدا ممتازه وجدا راقيه وتدعو للعداله الاجتماعيه. انا لا اهاجم الشيوعيه يعني مضمونها الكلي، وانما اهاجم اول شيء الجانب الايديولوجي اللي فيها، يعني كونت ما يسمى بكونتونات، يعني كتركيبة التركيبة الدينية. يعني الشيوعيين كانوا معروفين، عندهم المقاهي متاعهم، عندهم البلايص متاعهم، عندهم طريقة تفكير كلها تقريبا كيف كيف. وهذا الجانب الأول. والجانب الثاني هو حصر الإلحاد في
في الشيوعية، وهذا خطأ لأن الإلحاد أكبر من الشيوعية، فهمت؟ كما أن الإيمان، فهمت، أكبر من الأديان، أكبر من الأديان. يعني ما تنجمش تحصر الإيمان في الإسلام أو الإيمان في المسيحية أو الإيمان في أي دين مهما كان، فهمت؟ كذلك لا يمكن أن تحصر الإلحاد في الشيوعية. ونعرف أحنا النظام الشيوعي الروسي سابقا وما قام به من مجازر وستالين وغيرها ومهاجمته البشعة للأديان بصفة عامة، والنظام اللي خلقه خلى خاصة احنا في العالم الإسلامي، خلى في الذاكرة متاعنا احنا بصفة عامة اللي عايشين في العالم الإسلامي ننظروا للشيوعية، خاصة انها معناتها الشيوعية ضربت المناطق خاصة الإسلامية، خاصة المسيحية ضربت في روسيا ما عادش عندها حتى قيمة لأنها ضربت في الغرب، فهمت؟ شكون اللي بقى متمسك بالدين متاعه في روسيا اللي هي معناتها 40% تقريبا مسلمين؟ شكون؟ هم المسلمين. إذن فالشيوعية كانت العدو الأساسي للإسلام، وإحنا نعرف شنو وقع في أفغانستان واحتلال أفغانستان والتغلغل الشيوعي في العالم الإسلامي. فهذا اللي خلانا توا في الوقت الحاضر ننظر الإلحاد على أنه إجرام في اللاشعور بتاعنا، مع طبعا استعمال ما يسمى علماء الدين خاصة الموالين للرأسمالية الغربية، وهذه باش نرجعوا لهذا كان نوع آخر من استعمال الإلحاد. يعني مع علماء الدين نعرف خاصة دول الخليج وغيرهم، حتى الحكام متاعنا كانوا كلهم عندهم اتجاهات رأسمالية ليبرالية، فركزوا في التعليم وساعدوا هذوما العلماء الدين باش يعتبروا ان الإلحاد حاجة خايبة ياسر ويشيطنوه ويردوه حاجة لا تطاق. هذاك علاش تحكي مع أي مسلم يقول لك أنتم ما عملتوا وأنتم ما عملتوا وأنتم الملحدين الشيوعيين. يا ودي شو مدخلني، أنا عمري ما كنت شيوعي، وأغلب الملحدين فما ياسر منهم عمرهم ما كانوا شيوعيين، ما عندهم حتى علاقة بالشيوعية، فهمت؟ ما عندهم حتى علاقة، يعني يدرس الشيوعية كما يدرس أي إيديولوجية كما يدرس الأديان. أول حاجة مستحيل تكون ملحد قبل أن تدرس الأديان، مستحيل تكون ملحد قبل أن تعرف الأديان. هذاك علاش ما تلقاش ملحد مهما كان بسيط، مهما كان بسيط، إلا ويكون عنده معرفة بالأديان، لأن باش يوصل ينكر الأديان أو ينكر وجود الله ليس سهل، خاصة هذا معناتها مولود فينا ومغروس فينا ومتربين ورضعينه في الحليب. إذن الشيوعية بتبنيها الإلحاد، رغم هو الإلحاد أكبر، الإلحاد بمفهوم لا قوة، لا سيدي لا ربي كما تقول الفاني، يعني لا سيدي لا ربي، يعني ما فماش سلطة فوق البشر، وإن الإنسان هو المسؤول على أفكاره وهو يطور أفكاره. الإلحاد كفكر حر، ما فماش ملحد وملحد. هذاك علاش رغم اللي كل المحاولات الوحيده اللي استطاعت ان تجمع الملحدين هي الشيوعيه، اما في الحقيقه الملحدين ما تنجمش تشدهم، فهمت؟ لان كيما نقول انا زاد معناتها من العبارات نتاعي، يقول حتى حد ما رب حد، وتقول لي شنو الشهاده نتاعي، يقول له حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه، فهمت؟ لا ربي لا سيدي. وكما يقول زاد الفرنسيين ني ديو ني ماتر، لا رب لا سيد، فهمت؟ انا اعرف رغم اللي هذا معناتها فكر فوضوي، فهمت؟ اللي يؤمنوا بالفوضويه، رغم اللي الالحاد ماهوش فوضى، بالعكس الالحاد هو طريقه تفكير حره ومسؤوليه شخصيه، يعني انا مسؤول. يقول لك الملحد يسير، طبعا بعضهم يجي يقولوا لي يا اخي انت توا ملحد ما تخافش من الموت. يا ودي انا بالنسبه لي الموت حاجه طبيعيه، علاش خايف منها؟ يمكن المسلم او المدين يخاف من الموت اكثر من الملحدين. الملحدين ما يخافوش من الموت، ما يخافوش من الموت، خاطر نحن نسير اليها، نحن نسير اليها بطبيعتنا. يمكن انا وغدوه نموت، توا نموت، اي وقت نموت عادي، شنو فيه؟ فهمت؟
فما ظروف وعوامل عند ما تتوفر واحد يموت، سوى مسلم سوى مسيحي سوى بوذي، فما واحد ما يموتش. يعني سؤال في الحقيقة كما قلت لكم، يعني هذا الجهل وهذا البلادة في الحديث مع خاصة المسلمين، أنا دائما أركز على المسلمين، يعود إلى مصدر معلوماتهم اللي هي علماء الجهل والتخلف اللي عندهم، ثم معناتها اللي شوه الإلحاد هي جرائم الشيوعية من ناحية، وتكالب ما يسمى الرأسمالية أو الليبرالية لمحاربة الشيوعية. وطبعا كما قلت لكم الشيوعية كانت أكثر تغلغل في العالم الإسلامي، فانتقل الصراع الرأسمالي الليبرالي والشيوعي داخل العالم الإسلامي، ولأن خاصة بعد الاستقلال الحكام متاعنا أغلبهم هما رأسماليين وليبراليين، إذا شجعوا هذوما علماء الدين باش يشيطنوا الشيوعية. كيفاش باش يشيطنوها؟ انطلاق راهم ملحدين، راهم ما عندهمش أخلاق، شوف شنو عملوا، يقتلوا، يذبحوا، يمكن ينكح أمه، يمكن ينكح أبوه، يمكن يعمل كذا، يمكن يقتل، ما عنده حتى أخلاق. هذا السبب من الأسباب الرئيسية اللي في اللاشعور متاعنا نكره نقولوا احنا ملحدين، باش ما ننتسبوش للشيوعية. هذه حاجة. ثم نرجع للفترة اللي بعد الشيوعية اللي ظهرت في الغرب، هي ما يسمى فترة الحريات، خاصة في الستينات والسبعينات، وظهور ما يسمى الإنسان كسلعة، يعني ما يسمى الترويج والدعاية والمعلومات، يعني لبيع السلعة، يعني الرأسمالية، الرأسمالية اللي معناتها نعرفوها توا، اللي تعتبر الإنسان عبارة على سلعة، وبدأت ما يسمى بالحرية الجنسية. وهنا نفس الشيء، لأن احنا بصفة عامة، وهنا يرجع طبعا سبب الدين الإسلامي، مجتمعات محافظة، إذا بعد انتهاء الشيوعية بدأوا يقولون هذوك ما الملحدين هاوكا يزناو هاوكا يعملوا اللي يحبوا، ومع الأفلام الإباحية وكل شيء، وجاوك العلماء الجهل والتخلف ويزيدوا يعاودوا يقولوا هاو الإلحاد شنو ينتج؟ اللي ينتج الشيوعية اللي تقتل وتجرم وتعمل وتحارب الدين، وهذوما اللي يفسخوا في المجتمع ويفسدوا في المجتمع ويحلوا في الأسر ويكثروا في فهمت في الطلاق وشرب الخمر والحشيش، ومعنتها أشخاص ليس لهم أخلاق وليس لهم أي مبدأ. فهمت؟ يجيك مثلا بعض المسلم في المسألة دي، معنتها مباشرة يجي يقول لك أنت ملحد، يعني أنت إنسان لا يؤمن، لا يمكن أن أأتمنك. فهمت هذاك علاش معناتها واحد يخاف؟ تصور معناتها انسان يجي يقول انا ملحد، يولي ابوه يحتاط منه، بل يطرد ويمكن يقتله في بعض المجتمعات. فهمت؟ يعني خاطر يعتبر مفسد، مفسد في الارض، يعني المفسدين في الارض معناتها ان يقتلوا ويصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلال. علاش؟ لان مفسد. يقول لك باهي اوكي انت ملحد، لكن ما تقولش، ما تفسدش المجتمع. هذاك علاش مثلا في البرامج المصريه او في البرامج الدينيه يظهروا الملحد هو انسان لا اخلاقي، منحل، فاسد، ليس له اي ضوابط، وهذا كله غير صحيح اصلا. لان لو نعود الى التاريخ، الملحدين بصفه عامه هم اشخاص يفكرون، اشخاص ما يتبعوش العامة، أشخاص يبدعون. تلقى أكثر الفنانين، الرسامين، أكثرهم تلقاهم عندهم اتجاه إلحادي. هذه مسألة. إذا لأن الإلحاد مرتبط هنا بالكفر، ولأن الإسلام يجرم كل كافر. تو تجي تسأل أي مسلم تقول له شكون الكفار؟ فهمت؟ تو يقول لك اخطر واحد هو الملحد، وليس صحيح، اخطر واحد هو المنافق. فهمت؟ والمشرك، ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به. معناتها هذوما اكثر من الملحد، يعني واحد يكون مشرك ولا يكون منافق، بينما الحاد يمكن يجي في المرتبه الثانيه بعد اهل الكتاب.
فهمت؟ يعني هناك أهل الكتاب الملحد المشرك، من بعد المنافق هو في الدرك الأسفل من النار. إذا هذا نتيجة التعليم الذي معناتها يمارس في الدول متاعنا، ونتيجة البارابولات والإذاعات وعلماء الجهل اللي يجي يقول لك آه هؤلاء إخوة القردة، إخوة القردة يقولوا أنهم يجيوا من القرد. علاش؟ تو يقولوا لهم هذه الفكرة نجي من القرد، أي مثالش كي تؤمن أنت اللي أنت جيت من فخار كالصلصال، يعني جيت من صحن، يعني أنت ولد عمك صحن، أنا باهي ولد عمي قرد، أنت ولد عمك صحن ولا شربية ولا قطعة فخارية، فهمت؟ يعني هذا معناتها، لكن المسلم ما ينظرش للجانب الآخر، ينظر إلى الجهة واحدة، آه هذوك ما قردة، هذوك ما حيوانات، هذوك ما، يا ودي شو مدخل الحيوانات؟ شو مدخل الحيوانات؟ الحيوانات يعني لو نحب نشبه معناتها شيء بالحيوان، هو الذي يتبعك الغنم. أنت وتتشوف مثلا المواسم الدينية الإسلامية وغيرها تلقاهم مثل الحيوانات، بل هم أضل سبيلا، لأن على الأقل الحيوان وقت يتبع الغنيمة أو يتبع الجماعة متاعه، يعني هذاك نظام اجتماعي عنده. أما أنت إنسان وتفكر وتخمم وعندك مخ، فهمت؟ ورغم ذاك تهبط وتبوس الحجر الأسود، فهمت؟ وتسجد وتعمل حكايات فارغة ما عندهم حتى قيمة، وتؤمن ان انت اصلك كاس او فخار، رغم اللي العلم اثبت التطور الانساني. اذا هذه يعني معناتها الاسباب هذه، ومع زاد ايضا حاجه اخرى ضحكوني، ما يسمى الملحدين يسميهم الشيطانيين، هذا شيطانيين دين، يؤمنوا بالشيطان، فهمت؟ كما انت تؤمن بالله هو يؤمن بالشيطان، فهمت؟ يؤمن بالشيطان، إذا شو مدخلني أنا؟ يا أخي أنا ملحد نؤمن بالشيطان، أنا ما نؤمنش بحتى قوة مهما كانت. أنا بالنسبة لي كي نتكلم توا وقاعد نتكلم توا معاكم، هي نتيجة ظروف وعوامل اللي أوصلتني أنا، فهمت؟ ككريم موجود توا وعندي قدرات باش نتكلم، وتكلمت. نتي مش هبطت من السماء، انا مانيش هبطت من السماء، فهمت؟ انا اجدادي هبطوا من الشجره، مش هبطوا من السماء، هبطوا من الشجره في افريقيا، فهمت؟ وبداوا يتطوروا حتى لين وصلت انا لهوني، فهمت؟ اذا نلخص الموضوع، معناتها باش نختموا، انا معناتها منعرفش يعني كان تسمعوا فيا ولا ما كنتش تسمعوا فيا، مانيش نعرف حتى شيء، فهمت؟ يعني عبارة قاعد أتكلم وحدي، فهمت؟ الأسباب النفور من الإلحاد، أول حاجة هو الدين الإسلامي الذي يعتبر الكفر حاجة كبيرة ياسر، الكفر بإله خاصة، فهمت؟ رغم اللي معناتها ما فما حتى نص معناتها يقول لك الكفر يعني بالإله، يعني يقول لك المشركين إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به، علاش ما قالش هذا الإله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا من يشرك به ومن لا يؤمن به؟ مش موجودة. إذا وقت نزل النص القرآني، فكرة الإلحاد كما نعرفوها توا لا مش موجودة، خاصة في منطقة الجزيرة العربية، فهمت؟ يعني الإلحاد يقول لك لا الإلحاد قديم وكذا وكذا وكان، لا الإلحاد تطور، صحيح قديم، هي كفكرة معناتها قديمة، ولكن تطور مع الزمان. كما قلت لكم قبل، كان الإلحاد هو أن لا تؤمن بإله الغير، فهمت؟ إذا ففي العصر الحاضر، نتيجة ظهور الشيوعية واستعمالها أو تكلمها باسم الإلحاد على أساس أن الإنسان مجرد مادة، وأن ليس هناك عدل في الكون، وأن ليس هناك قوة تحكم في الكون، إذا يجب أحنا نحكم في رواحنا، وجاب فكرة الشيوعية لسنا نتقاسموا الماكلة ونتقاسموا العمل ونتقاسموا الأجر ونتقاسموا كل شيء بدون أخذ بعين الاعتبار
الطبيعة البشرية، اللي من طبيعة البشر انه واحد مش كيما الاخر، خاطر كان باش نكونوا كلنا كيف كيف باش تحولونا الى دجاج ماكينة، يعني كنا كيف كيف، يعني نخدموا كيف كيف، كيما الطبيب يخلص كيما، يعني فكر، يعني هذه معناتها اخطأت فيها الشيوعية خطأ فادح، فهمت؟ خاطر الانسان مش كيما الانسان اللي قرا، مش رغم اللي انا معناتها احترم كل المهن مهما كانت، ولكن ما لازمش لازمنا نعطيه الأفضلية، لأن هذا يسبب التنافس والتنوع، فهمت؟ هذه حاجة. حاجة ثانية معناتها الحاجة هذه معناتها استغلال المذهب الجيولوجية الشيوعية للإلحاد وتبني الإلحاد كمبدأ، والجرائم التي ارتكبت باسم الشيوعية نسبت للإلحاد، ولأن الشيوعية كانت لها تغلغل كبير داخل العالم الإسلامي، خاصة مع العروبة، أكثر العروبيين تلقاهم يساريين، فهمت؟ مع العروبة ومحاربة علماء الدين للفكر الشيوعي داخل العالم الإسلامي مدة معناتها 50 سنة أو أكثر، وتشجيع الحكام لهؤلاء العلماء لكي يشيطنوا الشيوعية تحت مسمى الإلحاد والكفر وغيرها من الأمور، و ما يسمى أيضا الخوف متاع علماء الدين إنه تتحرر الشعوب متاعنا والمرأة تاخذ القيمة متاعها كإنسان، والإنسان يعيش كريم في الوطن متاعه، ما يعيشش عبد مستسلم لعلماء الدين وللحكام اللي يحكموا في الدول متاعنا. شيطنوا أيضا نفس الشيء، شيطنوا الإلحاد حق هؤلاء، ما عندهمش أخلاق، هؤلاء ليس لهم مبادئ، هؤلاء لا يؤمنون بأي ضوابط، وهذا الكل غير صحيح، أصلا غير صحيح. لو تشوف والأشخاص معناتها اللي مصوحبين الملحدين، الملحد عندما يعمل حاجة ما يعملهاش لله، فهمت؟ ما يعملهاش لله، ما يعملها لحتى حد، على خاطر هو يحب يعمل لك الحاجة، خاطر مقتنع بهذيك الحاجة. يعني مش كيما تول أصحاب الأديان والمسلمين يقول لك أي أنا أعطي صدقة باش يرجع حالي ربي يوم القيامة. الملحد ما يكذبش، ماهوش مجبور باش يكذب، لكن الملحدين في العالم الإسلامي مجبورين باش يكذبوا على المسلمين باش يتعايشوا معاهم، على خاطر يقول لك لا عندك الحق تلحد ولكن ما عندكش الحق تقول. هي شنية الفايدة؟ أنا حتى وما عنديش الحق نقول، شنية الفايدة؟ شنية الفايدة؟ هنا حبيت نفرق من بين نوعين من الإلحاد، ما يسمى بالإلحاد الوجودي الإنساني، يعني الذي يعتمد على الفكر والفلسفة والبحث والتطور والإبداع، والإلحاد المادي الجامد، فهمت؟ اللي يقول لك الإنسان فما بعض مثلا الملحدين نحكي معاهم كل شيء، يقول لي محسوب نعمل باهي ولا خايب مش مهم، انا من بعد باش نموت والعباد اللي شافوني باش يموتوا ومش باش يبقى حتى اثر، يعني معناتها النجم نعمل اي حاجه، فهمت؟ انا حر. نو، ليس صحيح، ليس صحيح. هذه الملحد انسان ذو ضمير انساني، ذو اخلاق انسانيه، يعني هو كي ما يكذبش، فهمت؟ على خاطر ما هو ما خافش من ربهم. لو انت ما خفتش من ربهم وخايف منهم هما، يعني انا بالنسبه لي الاشخاص اللي ما يعلنوش الحادهم، الحادهم ناقص، سامحوني، مهما كانت الظروف. صحيح تقولي في بعض الدول والشرق الاوسط وكذا 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 وكذا، راه حتى شيء ما ياتي مجاني، لا شيء ياتي مجاني. تضحيات أوروبا قدمت التضحيات والتضحيات والتضحيات، دي ما كنتي ملحد، فهمت؟ أما خير يا سيدي، قول وافتح الطريق للي بعدك. مع الأسف كثير من الملحدين تلقاهم ينعزلوا على أنفسهم، أو بعضهم يلجأ للانتحار. دي بعضهم يتصلوا بي يقول نحب ننتحر، تنقول له كي أنت تحب تنتحر على الأقل اعلن إلحادك، على الأقل تشجع اللي بعدك، راهي الأمور بالخطوة بالخطوة،
فهمت؟ يعني أول ما تصبح المسألة عادية تو في مصر ولا في تونس، قريت تقرير أخيرا أن عدد الملحدين في أكبر الدول الإسلامية هي مصر في الدرجة الأولى ثم تونس في الدرجة الثانية. يعني مش هكاكة تضحية 20,000 واحد، فهمت؟ يعني باش يوصلوا الملحدين يتكلموا في التلفزة المصرية ليس صدفة، كان مش إسماعيل وحرقان وغيرهم، وفهمت كلهم، وفرش فودة والقمني وكلهم ضحاوا قتلوهم، وحتى كان قتلوهم فرش فودة قتلوه، هيا مات فرش فودة على الأقل. معناتها هذه هي قيمة الإنسان، إنك ما تدخلش للدنيا هذه وتخرج كيما أنت دخلت منها. شنو هي قيمة الإنسان إنه يعيش فوق هذه الأرض يا سيدي؟ جينا صدفة، مش صدفة هي، رغم اللي فكرة الصدفة فكرة غالطة أصلا. تو العلماء الدين يقول لك وش بيك أنت جيت صدفة؟ لا، فمش صدفة، ثم ظروف وعوامل أدت إلى ظهوري. كان واحد من جدادي مات هو صغير، أنا ما نجيش، فهمت؟ ما فماش صدفة، ما فماش احنا ننزلوا من القرد. الإنسان هو حيوان وحده وحده، يجي ولد عمه ولد خالته القرد، أما مش ولد خالده الكاس والشربية والصحن والفخار، لا، فهمت؟ يعني نتعجب، يعني الإنسان يجي لهالدنيا هذه ويخرج ما يعمل حد شيء. فما مثل فرنسي يقول لك celui qui ne risque rien n'aura rien، فهمت؟ اللي ما يغامرش ما يحصل على حد شيء في الحياة. راهو الخوف، فما قولة زاد العالي هي نظن معناتها تحفونة، تقول الخوف من الشيء أكثر وقعة من الوقوع فيه، وهذه مجربها يعني حقيقة، فهمت؟ فما أقوال حقيقة، هذه حقيقة. مثلا الإنسان وقت يجي يوقفه، فهمت؟ وأي إنسان توقف يعرف هذا الشيء، ففترة الانتظار والتوقيف هذيك هي اللي خاف فيها. علاش؟ خاطر ما يعرفش المستقبل شنو باش يوقع له، لكن أول ما يتحكم عليه وتكون الأمور متاعه واضحة ما عادش يخاف. كيما الظلام، أنت تو في الظلام وتخرج للنور، فهمت؟ عينيك توجعك، لكن غير تخلي عينيك شوية محلولة تتعود على النور، فهمت؟ المشكل اللي الإسلام هو ظلمة دامسة، يعني إيديولوجية. المشكل مش في الإسلام وحده، مشكل إنه مصدر المعلومة للمجتمعات متاعنا هي جماعة من الجهال المتخلفين اللي يعطيوهم في المعلومة كما يحبوا هما. هاو يقولوا لهم الإنسان أصله قرد، هاو كيفاش جيت صدفة، هاو يعني هذوما الكتب، وهذا معناتها الأشخاص اللي تكتبت بالآلاف كتب الجهل، فهمت؟ خاصة للأشخاص اللي يقراو كان بالعربي، فهمت؟ هذوما الأشخاص اللي يقراو كان بالعربي معناتها ما مش مطلعين على لغات أخرى، وخاصة الأشخاص اللي ما خرجوش وشافوا العالم. هاو المسلمين عايشين في أوروبا في أمريكا، علاش وقت يشوف امرأة لابسة ميني جوب ولا لابسة بشوية بالعرية يقول عليها فاسدة؟ لا، ما يقولش عليها فاسدة، أما كيشوف، فهمت؟ كيشوف واحدة بنت بلاده، فهمت؟ لابسة عادي غير ما هيش معرية، معناتها معرية شعرها، يسميها فاسدة مباشرة، فهمت؟ إذن المجتمعات متاعنا مع الأسف مجتمعات غاطسة في الجهل وفي التخلف. وهنا حبيت نقول زاد حاجة أخرى، لازمنا احنا كملحدين متاع العالم الإسلامي يكون عندنا إلحاد خاص بتاريخنا، فهمت؟ بالتاريخ متاعنا. تو مثلا الإلحاد اللي موجود في الغرب قام على تاريخ اليونان وروما كتاريخ قديم، فهمت؟ ويقوم أيضا، فهمت، على محاربة الكنيسة التي تعتمد الإيمان مصدر أساسي للعقيدة المسيحية. بينما احنا
في العالم بتاعنا فتختلف الأمور. احنا مجتمعات شرقية، مش يعني نقصد محافظة محافظة بمفهوم محافظ، فهمت اللي موجود توا، فهمت عندنا تاريخ زادة، فهمت عندنا دمنا سخون، فهمت دمنا سخون، بلداننا سخونة مش كيما البلدان الأوروبية، باردون البلدان معناتها باردة يعني، وعندنا معناتها طريقة، عندنا حياة اجتماعية مانيش نعيشوا كل واحد وحده، فهمت عندنا القهاوي عندنا الحركة عندنا عدة أشياء أخرى. لهذا ما لازمناش مثلا نكونوا نوعا ما متشدين. أنا مثلا في أوروبا في فرنسا معناتها قبل 10 سنوات تقريبا يعني كنت نلقى مشاكل كبيرة مع الملحدين الأوروبيين، فهمت يقول لك لا أنت ما تعملش كذا، أنت كان ما تكونش فهمت تؤمن بالعراء وما تؤمن ما لازمك نكونوا بلاش حوايج وكذا، يعني ما يسمى بالتطرف، رغم اللي معناتها انا ما عندي حتى مشكله من الناحيه هذه معناتها شخصيا، فهمت ما عندي حتى مشكله، ولكن ما عنديش يعني عقده الجسد معناتها عادي، فهمت ما عندي حتى مشكله، لكن ما لازمكش تلزم الناس باش يكونوا كيفك. لازم الالحاد. انا في الوقت الحاضر نشوف ان أكثر الملحدين، وهو أكثر الملحدين الحركيين دائما يهاجمون الدين معروفة، فهمت، والوحيدين اللي يقدموا إيديولوجية بديلة هم الشيوعيين تقريبا واليسار. معناتها أنصح إنه يقدموا أساليب أخرى، فهمت يعني ما يسمى بطريقة تناسبنا إحنا، ما ناخذوش كوبي كولي قص ولصق، فهمت يعني نجمو نستفيدو من الغرب من اي شعب، من الصينيين من الهنود من اي شعب نجمو نستفيدو، لكن لازمها تكون حاجة خاصة بينا. الالحاد راهو مش كعبة بيرة وسيجار وحشيش وبحداك طفلة تعنق فيها، مش هذا الالحاد، هذه هي امور عادية نعملها عادي، نحط كعبة بيرة ونحط شراب ونحط كل شيء، ويمكن مع حدايا صاحبتي عادي ما فما حتى مشكلة، فهمت، ولكن ما لازمش هذيك الصورة فهمت اللي نطرحوها على أساس إنها هي الإلحاد. الإلحاد هي طريقة تفكير حرة، كل ما هو موروث للمراجعة المنطقية والعقلية. نظن الفكرة واضحة.